طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملاعب عبر قناة التغيير الفضائية. هذه الحلقة ستكون مخصصة بالكامل عن موضوع حراسة المرمى في العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل، لكن قبل ذلك دعوني أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكابتن القدير والكبير الكابتن أحمد جاسم، مدرب المنتخبات الوطنية العديدة هنا في المنطقة سواء كانت عراقية او البحريني او الاردني. ارحب بك اجمل ترحيب واهلا وسهلا بك كابتن. شكرا استاذ نور، اهلا وسهلا على الدعوه، تحياتي لك ولك هذا البرنامج ولك كل متابعي مشاهدي قناه التغيير. سعيد جدا، صار فتره احنا ما متشافين، ويعني عوده ميمونه ان شاء الله الى الشاشه من خلال برنامج ملاعب، ودائما يعني تشرفنا في البرنامج كابتن. شكرا لك. اهلا وسهلا. ايضا ضيفي الاخر هناك من قطر الدوحه الكابتن الكبير والقدير الكابتن العزيز كابتن فتاح نصيف، ارحب بك اجمل ترحيب كابتن فتاح، سعيد جدا بتواجدك معنا في برنامج ملاعب واهلا وسهلا بك. مساء الخير علي وعلى مشاهدي برنامجك الملاعب. نعم. وعلى الكابتن القدير صديقي وزميلي الكابتن احمد جاسم، ونتمنى ان نوفق في تقديم حلقه مميزه عن حراس المرمى بين الماضي والحاضر. اهلا وسهلا بك، سعيد جدا بلقائك ايضا كابتن فتاح. لكن قبل ما ادخل بتفاصيل المحور، خلونا نروح نشوف متابعات سريعه خاصه لنادي صناعات الكهربائيه اللي حقق اول فوز تحت قياده الكابتن عباس عبيد. خلينا نشوف ماذا قال كابتن عباس عبيد وماذا قال الكابتن علي حسين رحيمه عن هذا الفوز، ومن ثم نعود ثانيه. بصراحه الفوز جاي نحصله بصعوبه، سبق وان قلت انه تغيير واقع الفريق مرهون بالاستقطابات، انا يعني لحد الان ما حصلت الا مصطفى محمود واليوم سجل هدفين. ففونا ولاعبين اجانب اخرين ان شاء الله من 3 إلى 4 لاعبين، اذا التحقوا بالفريق يتغير حاله، لكنه هسه حاليا اتكلم بصراحه الفوز صعب جدا، يعني حقيقه صعب جدا، لكنه مع هذا انا متفائل جدا ب يعني رغبه اللاعبين وبمجهوداتهم اللي قدموها اليوم، ان شاء الله يتغير واقع الفريق، لكنه ليس بالامر السهل حتى اكون صريح مع الكل، يعني سواء مع ادارتي ومع جمهوري ومع وانا صادق ولله الحمد. فان شاء الله يتغير واقع الفريق بمجيء اللاعبين اللي يردتهم، من 5 إلى 6 لاعبين راح يوصلون للفريق، انا متاكد ان شاء الله راح يعني وضع الصناعات راح يقفز للامام ان شاء الله. اكيد ابارك لاخواننا لاداره النادي وصراحه اللاعبين اليوم ما قصروا وبذلوا مجهود كبير من بدايه المباراه لنهايه المباراه، نقول الحمد لله والشكر، اهم شيء هي النتيجه، والحمد لله ادائنا كان متصاعد من مباراه لمباراه، حتى المباراه عدنا نقطة ميزان كنا نستحق الفوز، والمباراه الاخيره خسرنا 1-0 كنا اقل شيء نستحق التعادل، بس نقول الحمد لله وشكر على الفوز، حافز للاعبين لتقديم الاكثر ان شاء الله بالمباريات القادمه. الاستقطابات زينه ها؟ الحمد لله مصطفى كريم مكانه واضح وفارق ويانا، لاعب مميز واليوم سجل هدفين وصنع الهدفين اللي هو من ضربه جزاء. عندنا ان شاء الله استقطابات 6 لاعبين الى 5 لاعبين، ان شاء الله 3 محترفين، ان شاء الله نحاول بس ان تعرف الموضوع الفيز شويه صعب، ان شاء الله هاي الايام ان شاء الله يتواجدون اللاعبين المحترفين 3، وعندنا ان شاء الله اذا الله سهل لاعبين 3 محليين على مستوى عالي، نحاول نرتقي بالفريق لمراكز الدافئه ان شاء الله في المستقبل القريب. شكرا لزميلنا امين شراد على هذه اللقاءات، وايضا حديث نادي أربيل الذي دائما ما يتحدث عن الظلم التحكيمي بعد كل مباراة. تحدث لنا الزميل أمين شراد ربين رمزي المسؤول الإعلامي ومنسق الإعلامي للنادي وأيضا شيركو كريم عما حدث في لقاء الصناعات وعن لقاءات سابقة، خلونا نشوف ايش قالوا حتى نرجع ونبلش بمحورنا إن شاء الله، خلونا نشوف. ما هي مباراة كرة قدم فوز وخسارة، بس يعني ليش كل مباراة احنا الحكام شباب على لعباتنا؟ يخلي مره واحده يعني ما بيش 17 مباراه تخلي حكم يخطئ لأربيل مره واحده ما بيش، يعني الشوط الاول ضربه جزاء واضحه 100%، حتى نادي الصناعات قال له ضربه جزاء ما حسبها، الشوط الثاني ويا الصافره حسب ضربتين جزاء الصناعات كهرباء، هسه هذا ما نقول مو جزاء بس خليه انطين لنا هاي خلاص، يعني هاي كره القدم فوز وخسر مرور صناعات كهرباء، بس احنا نريد يابا اللي انطينيه انا ما ارتحيز ليه خلي يخطا، انا اتمنى هسه المرحله الاولى خلص حكم مره واحد يخطئ لصالح حربي ما ابي شيء، ليش بس يخطئ ضدنا هسه حكام الشباب ليش تجرب عليه تجرب على فرق الجماهير فرق اخرى شنو يعني لاعبين تحس انه
انه اكو جهد كثير من اللاعبين، خاصه انا واحد من اللاعبين بسبب الطريق يعني. ورغم كل هذا الشيء لازم انه مباراه اكو بعد باقي نصف المباريات، وان شاء الله نقدر نعوض الاخطاء اللي يمر حاليا بنادي اربيل، لكن هذا واقع حال، هذا حال كره قدم. لكن هناك امور ثانيه من قبل الحكام، يعني نادي اربيل دائما ينظلم، يعني حتى هذا اللاعب الاجنبي اليوم اول مره يقول يعني اول مره اشوف هيك حكام بالعالم، يعني يقول ابد ما متوقع بحياتي انه حكام بهالطريقه يتعاملون ويا نادي اربيل، يعني هو اول يوم جاي. وانا كلاعب نفس الشيء دا اشوف، يعني كل مره يعني حتى تكلمت ويا اللاعبين انه خلاص يعني احنا تعودنا على هذا الشيء، لا حد يحكي ويا الحكام خلاص، يعني هاي اكثر من مباريات، يعني شغلات بسيطه وتعرف اللاعب من يتنرفز خلاص يفقد المباراه. اذا كل الشكر لمراسلنا ميشراد وكل المتحدثين في هذه الحلقه، وموضوع الحكام يبقى مفتوح على مصراعيه، والاتهامات تبقى متواجده، والاعتراضات دائما ما تكون متواجده في الدوري العراقي. لكن اربيل يمكن من اكثر الفرق اللي دائما ما تشكو التحكيم في كل لقاءاتنا السابقه مع اعضاء مع المنتسبين الى يخرجون يتحدثون عن ظلم تحكيمي سواء مع برنامجنا وحتى مع برامج اخرى. الان ابدا بمحور هذا اليوم، حراسه المرمى بين الماضي والحاضر والمستقبل وما تعاني حاليا، مثل ما تعاني بشكل عام كرة القدم في أكثر من مركز، لكن مركز حراسة المرمى يمكن هو من أهم مراكز اللعب وأهم مراكز كرة القدم، لكونه هو يعني ملاذ الأخير بالنسبة للأندية وللمنتخبات أنه تذود عن مرماها من خلال حراس وحراسة المرمى. أول شيء أرجع أرحب بك كابتن أحمد، يعني بالفترة الأخيرة بالنسبة لحراسة المرمى بالعراق أصبح هناك لغط كبير سواء على مستوى الدوري العراقي، يعني هناك أخطاء وصارت واضحة للعيان ومتكررة. نعم لا يوجد هناك حارس لا يخطأ، لكن الأخطاء تتكرر بصورة مستمرة. أنت شلون تشوف لحد الآن مستوى حراس المرمى سواء بالأندية أو حتى المنتخبات؟ يعني بداية أول شيء وجه تحياتي احترامي وتقديري لأخي وزميلي العزيز الكابتن فتاح نصيف، نجم كبير في حراسة المرمى، نجم عراقي ونجم عربي، كل الحب والتقدير للكابتن فتاح. صار كم هوامة مش شايفين والله جمعتكم ها كابتن فتاح، صار جدا مش شايف كابتن أحمد. صار كثير يعني آخر مرة يمكن شفت الكابتن أحمد من إجا الفريق الأردني منتخب الأردن. نعم وشوفنا، اتمنى له الصحه والعافيه. وتعرف احمد يعني كابتن احمد من الاصدقاء العزيزين علي وعلى قلبي، دائما احنا نحب نسمعكم دائما بالخير كباتن. الله يسلمك. تفضل كابتن. انا اعتقد مشكله حراسه المرمى هي مشكله قديمه وليست حديثه. نعم قد البعض يقول انه ممكن وباء الكورونا لعب دور كبيرة في هذا الموضوع، لكن المشكلة هي عندنا قبل الوباء، يعني ما الوباء صار لمدة سنة إن شاء الله يخلص بأسرع وقت. آمين يا رب إن شاء الله. وأعتقد هاي المشكلة أسبابها الأسباب كثيرة. واحدة من عدهن والأهم أنا برأيي أنه المسؤولين على كرة القدم العراقية واللي يتبوؤون المناصب ما كانوا جادين حقيقة أنه يجدون الأسباب الحلول يضعون استراتيجية أو عندهم مشروع معين. مع كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بنجم كبير وأخ عزيز مثل رعد حمودي، كنا نفرح من يكونون نجوم موجودين بالمناصب العليا، رئيس لجنة أولمبية وواحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم العراقية. كنا نتمنى أنه، وأعتقد هذا من صميم عمله يعني، أنه يبادر في إنشاء أكاديميات أو مدارس متخصصة. يشرف عليها مختصين في مجال حراسة المرمى، أيضا الاتحادات السابقة كلها ما اهتمت بهذا المجال نهائيا. وحاليا هي تطبيعية، ومن خلال يعني مناشدات كثيرة طلبنا أنه يكون يعني وجود مختص خبير في مجال حراسة المرمى. من غير المعقول أنه اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات يكون هذا الخبير او المختص يكون خارجه. عالم حراسه المرمى عالم خاص تاكيد، ما يصير اي واحد مثلا يتكلم به او يعمل به.
لكن مع الأسف المناشدات كلها يعني تروح أدراج الرياح. آخر شيء الوزارات، كل الوزراء السابقين قلنا مو بعيدين عن مجال الرياضة أو كرة القدم تحديدا، لكن مع قدوم نجم كبير مثل عدنان درجال صح اجى في فترة صعبة وحرجة فترة الكورونا وممكن أمور شحيحة، لكن هذا المشروع ما يتطلب إمكانيات مادية عالية. نتمنى من عنده ونطلب من عنده ليس فقط التمنيات أنه يهتم بمجال حراسة المرمى. نعم يعني أنت تتحدث عن كبناء كقاعدة عندنا يوم عندنا مشكلة. خليني أشوف أيضا كابتن فتاح. كابتن فتاح، في سابقا كنا نشاهد أكثر من حارس مرمى مرشح أن يكون في المنتخب الوطني، حتى الأسماء الموجودة في الدوري أسماء قوية وقادرة على الذود عن حراسة مرمى المنتخبات. اليوم هذه الأسماء بدأت تقل شيئا فشيئا بما نشاهد في الدوري من أخطاء متكررة للحراس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مثل ما تفضل الكابتن أحمد جاسم، المشكلة ليست بالاتحاد أو اللجنة الأولمبية أو الوزارة، المشكلة بالأندية. الأندية القاعدة مالتها يجب أن تعطي اهتمام كبير لحراس المرمى في النادي، يعني ناشئين، أشبال، براعم، يعني كل نادي لو نشاهد على مستوى الفرق الخليجية، أنا أحكي لك عن قطر. نعم. كل نادي بمدرسة متخصصة بحراسة المرمى. حتى أندية على مستوى أقل يعني من دوري المحترفين عندهم مدرسة خاصة بحراسة المرمى، وهم يرفدون الفريق الأول، ومن الفريق الأول أو الرديف إلى المنتخبات الوطنية. الشاهد مثلا حراسة المرمى يعني على مستوى العالم العربي الآن في حراس كبار، وحتى في العراق في حراس كبار، بس ما عندنا ذلك الزخم الكبير يعني من الأندية لتخريج حراس إلى المنتخبات الوطنية. ومثل يعني ما تفضل الكابتن أحمد، يعني كل الاتحادات العربية والقارية والعالمية بيها لجنة فنية، لجنة فنية متخصصة بمدربين حراس المرمى. نعم. دورات تأهيلية، يعني هنا في قطر احنا عندنا ورشات عمل كل اسبوعين ثلاثة، يجينا مدرب من اسبانيا وايطاليا لتطوير مدربين حراس المرمى، وهذا التطوير من يتطور المدرب اكيد راح يعكس على الحارس مالته. لذلك الان نشاهد في قطر كثير، يعني بالمنتخب الوطني يمكن خلال هاي السنة ثلاث أربع أو خمس حراس قدروا يوصلون للمنتخب الوطني. نعم. إحنا مع الأسف بالعراق ما إله أهمية حراسة المرمى، وتعرف أنت مركز حارس المرمى أنا أعتبره من أهم المراكز. نعم. في الفريق أو نعم. أو في المنتخب الوطني. نعم. الحارس هو نصف الفريق إذا مو كل الفريق. نعم. تذكر يعني تتذكرون يعني في زمانات كان الحارس العراقي متبوع على مستوى الساحة العربية وعلى حتى آسيويا. نعم نعم نعم. فأتمنى يعني أتمنى من الأندية أولا الاهتمام بهذه القاعدة، وأتمنى من الاتحاد، ولو إحنا ما عندنا اتحاد السعد نجنة طبيعية، ممكن على المستقبل عندما يشكل الاتحاد ممكن يسوون لجنة فنية وعندنا مدربين كبار. نعم. في هذا المجال يعني. أكيد. ما أريد أذكر الأسماء أخاف أنسى. نعم، لكن أنا أيضا يعني خلينا داخل وياك كابتن فتاح، وأيضا يعني أسأل الكابتن أحمد جاسم. كابتن، اليوم نشوف الأسماء الكبيرة في عالم التدريب في حراسة المرمى، خلينا نقول على مستوى العراق، دائما ما هي موجودة في على فرق الأولى، يعني على الفريق الأول في أي نادي. اليوم القاعدة ومدربين حراس القاعدة لكرة القدم، برأيك هل أخذوا جرعات كافية من أجل أن يشرفوا على هذه الفئات من أجل التطوير؟ هل لديهم الخبرة الكافية، التعامل الصحيح؟ وانتوا تقولون بعظمة لسانكم أنتم المختصين، تقولون ماكو اهتمام لا من اتحاد لا من أندية، إذن
وين العله هنا راح تصير؟ يعني انا ذكرت بدايه كلامي بديت من الاعلى التسلسل. نعم. الهرمي. نعم. ذكرت وزاره الشباب الاولمبيه الاتحادات. كنت نازل على بعد على الادارات الانديه. نعم. نعم الانديه فيها تقصير كثير. نعم. الانديه عندنا متقدمه وجماهيريه وتمثل العراق بطولات خارجيه، ملاعب ما عندها، كيف راح تسوي فئات عمريه؟ كلها تشكي من الحاله الماديه. العمل مع الانديه اذا ظل نعتمد على اداره الانديه راح ياخذ وقت طويل، لان ليش ركزت على الجهات الاعلى؟ الاعلى. نعم. هي بامكانها تفتح اكاديميات، بامكانها تفتح مدارس متخصصه. نعم. تتوفر لها كل البنى التحتيه والاموال. بالنسبه للفئات العمريه والقاعده والمدربين، شوف استاذ نور، نكون يعني جدا صريحين. نعم. احنا دائما نقيس نفسنا بالمنصب الاعلى، يعني نحب دائما ندرب منتخب، نحب دائما ندرب فريق الاول، نبتعد عن الفئات العمريه لان نحسها تقلل من قيمتنا كمدربين. نعم. وكانما الباخرين هم افضل من عندنا. نعم. وهذا خطا. المفروض الفئات العمريه الصغيره يشرفون عليهم مدربين متخصصين باعلى المراتب. نعم. اعلى ما يمتلكون من خبرات وتجارب يقدرون، لان يعني التاسيس اذا كان بدايته خاطئ فمشكله مصيبه راح تصير. حتى المدرب الفريق الاول يجوز ما يلحق يعالج، وهذا بدنا نشوفه طبعا. وبنفس الوقت يعني مثل ما المدربين يشوفون نفسهم افضل عند ما يكونون في درجات وظيفيه اعلى. نعم. بنفس الوقت حتى الرواتب الممنوحه تكون قليله جدا. قليل. في فئات العمر. وهذا هذا ما يبعدهم. هذا ما يبعدهم. نعم. يعني هذا ما يبعدهم. المادي بالاخير هذا رزقه ورزق عائلته يريد يعمل. فلو نعم. كان اكو اهتمام معنوي ومادي واعلامي. نعم. بالمدربين فئات العمريه لا كان الوضع كان يختلف، لكن دائما مهمولين ومتجاهليهم. يعني ما اليوم انت كحاله تدريبيه بالعراق على مستوى القاعده ايش تعطيها تقييم؟ ماكو قاعده عندنا. ما يعني حتى بعض الانديه عندها ناشئين، عندها شباب، يعني هذا برايي مع كل الاحترام والتقدير لهم، وان شاء الله يقدمون افضل. هذا كله يعني مضيعه وقت. يعني ما اقدر يعني انتظر من مثل هاي التجارب او هذول المدربين يقدمون لنا جيل. نعم. انه ينفع كره قدم عراقيه، ينفع حراسه المرمى العراقيه. نعم. لا متى ما كان عندنا مدربين على 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 مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا افضل من المدربين اللي يدربون الدوري الممتاز حتى هذه الفئات والتخصص تحديدا. نعم. ذاك الوقت نكون بامان. نعم. نعم. طب كابتن فتاح، اليوم انت ايضا يعني انت تشوف الوضع اليوم، احنا معناته مقبلين على فتره، يمكن فتره صعبه بمركز حراسه المرمى، في ظل ما نراه اليوم من طرق تدريب او مدربين صغار السن. اليوم اسالك سؤال، من الذي يطور المدرب حسب رايك انت ككابتن فتاح؟ البعض يقول لازم الاتحاد، البعض يقول لا المدرب هو من مسؤول عن تطوير نفسه، البعض يقول يعني ما عرفت، شنو رايك؟ انا قلت اكو لجان فنيه بالاتحاد خاصه بمدربين حراس المرمى، يعني هي اللجنه الفنيه هي اللي تطور مدرب حراس المرمى، من ادخاله دورات، من جلب مدربين على مستوى عالي من الخارج، عمل ورشات تدريبيه، لانه هذا هو العملي اللي يطور المدرب. لا تقول لي دورات الاتحاد الاسيوي ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 مثل الشهادات الاخرى، يعني تجي باسبوعين تاخذ شهاده، هي شنو؟ شغله امتحانات. المحك الحقيقي هو اقامه ورشات عمل. وكذلك احنا من نقرا دائما بالصحف او بالاعلام او بالتواصل الاجتماعي هناك مدارس تخصصية، ما شفنا في اليوم مدرسة تخصصية بحراسة المرمى، مع أنه يعني لدينا مدربين أكفاء في العراق كثير من المدربين، وممكن إحنا نساعدهم، يعني إحنا نساعدهم بالمعلومات، بإرشيف كامل عملي، مثل ما قلت لك، يعني إحنا القاعدة مع الأسف ما حد يعمل بالقاعدة، يعني هسه تيجي على مدرب كبير بالعراق تقول له تعال اشتغل ويا الشباب والناشئين، يقول لك والله انا ما اشتغل ويا ذول، انا مدرب فريق اول،
انت مدرب بالفريق الاول ما تقدر تطور الحارس، لان يعني الحارس يجب ان يطور من البراعم الى الاشبال الى الناشئين الى الشباب الى الرديف وبعدين يوصل للفريق الاول. بالفريق الاول المدرب بس يحافظ على امكانيه الحارس، واذا اكو بعض الاخطاء ممكن يعني ينطي هي، بس العمل الاساس هو بالقاعده، واحنا تعرف ما عندنا قاعده يعني زين كابتن. زين كابتن فتاح، كابتن خليه شوية أقاطعك، أقول لك يعني اليوم أنت تقول لجان الفنية، طيب العالم كله أيضا يشتغل، الأندية اليوم دورها وين؟ إذا كل العمل راح يكون على عاتق اللجنة الفنية فقط في الاتحاد، طيب الأندية اليوم وعملها وتواجدها، أنت شلون هذول شنو دورهم لعب النادي؟ يعني شنو دور إذا كل الدور على اللجنة الفنية؟ حبيبي حبيبي كابتن نوح، نعم الاتحاد أو الرابطة حسب ما يسموها هنا هو المسؤول عن الأندية. النادي مثل ما معمول بكل دول العالم هو نادي قائم بذاته، بس الاتحاد هو اللي يشرف على كل هاي الدورات. يعني حسب إمكانيته، لأن يعني تعرف إحنا إمكانيات الأندية ما ممكن أكون نادي عندنا بالعراق يجيب مدربين كفاء يسوون ورشات تدريبية، يعني العمل شخص واحد ممكن احنا عندنا 20 نادي او 30 نادي ممكن دورة خلال اسبوعين، مو صعبة يعني مو صعبة ورشة عمل يعني تصير يعني ورشة عمل. نعم كل الاتحادات تسوي ورشات عمل للمدربين. يعني احنا نتوجه حسا نقول جائحة كورونا، احنا من الاول في زمن الفلوس كانت مثل ما نقول موجودة، بس مع الاسف التخطيط للمستقبل ماكو، ولذلك نشاهد الفرق العراقية اكثرها بعيدة عن المستويات الآسيوية والعالمية وحتى على المستويات العربية. نعم احنا بدينا بالخط البياني النازل. صح احنا الآن مصدرين مجموعتنا على مستوى المنتخب، على مستوى المنتخب، ونتمنى انه نصل الى كأس العالم، كأس العالم 2022. نعم بس يرادلنا شوية عمل، طيب شوية جهود، شويه تكاتف من الجميع. زين كابتن فتاح، كابتن فتاح يعني ايضا كابتن احمد تذكرت نقطه انه احنا ما عندنا. زين اليوم هسه احنا بدنا نشتغل، عندنا الانديه تلعب دوريه ابطال اسيا راح او بطوله اسيويه، عندنا منتخب ده يعمل. اليوم انت تقييمك لهؤلاء اليوم الموجودين على الساحه كحراس، دول نقدر يعني يشيلون فرقهم او يعني يوم عندنا جلال حسن مثلا بالمنتخب، زملاء الاخرين، شنو نظرتك العامه عن هذا الموضوع؟ يعني بالنسبه الى ادائهم بالانديه، ادائهم بالانديه وهذا اكيد راح ينعكس تصاعديا على المنتخب. شوف سانو، يعني ما ممكن يعني اقبل انه اعطي درجه لحارس مرمى خصوصا اذا كان في المنتخب على اداء بالدوري العراقي. نعم الدوري العراقي كنا متفقين انه دوري ضعيف، ولو نرجع الى الارقام البيانات راح نشاهد اشياء غريبه عجيبه اصلا بها. نعم يعني مسلسل التعادلات في الدوري العراقي لأول مرة أشوفه بهذه الدرجة، مسلسل تسجيل الأهداف القليل جدا. فصعب أنه نقيم حارس مرمى في الدوري العراقي لهذا السبب. من نشوفهم في المباريات الخارجية مع الأندية ومع المنتخبات أحيانا نتفاجأ، لأن الدوري العراقي المفروض يهيئ لنا الفريق لاعبين يكونوا بمستوى عالي حتى يروحون للمنتخب ويقدمون نتائج وأداء عالي. طبعا لكن اللي يصير عندنا احنا العكس، دوري ضعيف، الهبوط بالمستويات ويروحون على بطولات متقدمه وبطولات حاسمه، فبالتاكيد راح يكون هناك ارتباك بالعمل. نعم. اكيد انا تعقيبا على كلام كابتن فتاح، نعم الدورات التدريبيه الاسيويه انا برايي دورات هي مو لصناعه مدرب، مستحيل، هي في اغلبها رخصه تدريب، رخصه عمل. نعم قد تكون بها معلومات بسيطة لكن ما ممكن تصنع مدرب. الورش هي الأهم.
مع العلم انت محاضر اسيوي. والله بيها مجاملات كثيره تصير. نعم. بيها مجاملات كثيره تصير يعني اذا في من 25 مشاركه و 30 مشاركه ممكن يكون 5 او 6 وصعب انه تفشل وترسب بالكل خصوصا دافعين اموال طائله. نعم ولهذا صح. السبب صار عندنا تخمه الان في مدربين حراس المرمى تخمه. يعني دائما اشدد على وجود انسان مختص في اللجنه الفنيه مختص في تدريب حراس المرمى. نعم. لان هذا راح يكون مرجع للمدربين الحراس. نعم. راح يطلب من عندهم بالبدايه ملفاتهم سيفياتهم شهاداتهم التدريبيه راح يطلب من عندهم المنهاج اللي راح يشتغلون به بالموسم راح يكون عمله متابعه مراقبه ثم تقييم. احنا هاي الاشياء فاقديها ما عندنا هذا التسلسل كل من يشتغل على 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 هواء على مزاجه. نعم. وهذا صعب خطر يعني. وحتى انت يمكن اللجنه الفنيه ايضا من خلال دراساتها والاحصائيات والبيانات ممكن تشوف وين عندنا اشكاليه الحراس في اي جزئيات من خلال هذا التحليل وممكن هاي الورش العمل انتم تطوروها طبعاً. تطوروها مع طرق التدريب شلون تعالج الخطا. نحتاج انه نتجمع كل فتره هاي. نعم. هاي الورش نحتاج. نعم. انه نعالج الاخطاء اللي حثت للحراس والله الهيئه التطبيعيه تواصلت مثلا ويا حضرتك هسه انت احد يمكن تجربتك مع المنتخبات العربيه تجربتك هنا في الاردن غنيه جدا احد تواصل وياك عنده فكره يابا تعال كابتن احمد جاسم كابتن فتاح نصيف يابا تعالوا ساعدونا احنا نريد نطور احنا جايين نشتغل بطريقه مختلفه احد تواصل وياك من اللجنه الفنيه نشوف يعني عملها شوي بعيد عن هذا الجانب. والله بشكل رسمي ما صار تواصل بشكل شخصي ممكن صار تواصل. نعم بس يعني الامور يعني غامضه مو واضحه نهائيا. نعم. لا من تسمية ولا يعني عرضوا عليك بصوره شخصيه تيجي تشتغل وما تشتغل بشكل شخصي. بشكل شخصي بشكل شخصي قالوا لك اجد الراتب هم ما عندهم اصلا راتب. نعم. هم يسموها مخصصات. نعم. وحسب ما افتهمت انه يعني 750 الف دينار شهريا. نعم. وأتأكد مطلب بالطموح ولا ممكن حتى مدرب يفكر يشتغل بهذا الراتب. هي الأهم إحنا نقدم خدمة على عيني ورأسي. نعم. لكن إحنا محترفين إحنا بالمقابل وهذا ملف يعني صعب جدا مرهق وعمل مضني ويراد لك وياك تيم وراد تشتغل ورات الجو بالعراق كله. نعم. يعني مو هذا التقييم الحقيقي. نعم. كابتن فتاح أيضا أنت تم اتصال أحد يتصل بيك يعني تعال يا كباتنا اللي اشتغلتوا مثلا انتم مثلا اللي بقطر ايضا عندكم تجربه غنيه في اكاديميه يعني قريبه عليكم اكاديميه اسباير مع الانديه طريقه العمل مختلفه جدا في قطر تيابا تعالوا ساعدونا احد تواصل وياكم. والله انا قدمت مقترح قبل 3 سنين او. نعم. 4 سنين. نعم. قدمت مقترح ونشر بالجرائد العراقيه انه انا ما عندي مانع ان اجي اسوي مدرسه تخصصيه لحراس المرمى بس هي هاي المدرسه التخصصيه هم ما يعرفون شنو يعني هم يتوقعون انه انا راح اجيب حراس مرمى واسويهم يعني مدرسه تخصصيه تعال كابتن احمد تعال كابتن عماد تعال كابتن ابراهيم. ها يعني هالنخبه الموجوده بالعراق تعال كابتن نور. نعم. هالنخبه هاي الموجوده بالعراق تجتمع تكون فد نقاط رئيسية لعمل مدرسة تخصصية. أول شغلها هي هاي المدرسة التخصصية تطوير مدربي حراس المرمى اللي موجودين بالأندية. نعم. مع احترامي للمدربين كلهم مدربين على مستوى عالي بس مثل ما قال أنا قلت هي الشهادات مو كل شيء الشهادة يمكن تعلمك. نعم. طرق شلون تبدي شلون تنتهي شلون هاي بس ما راح تكتغف انت اذا مو حارس او حارس يعني كبير ما راح تقدر تستكشف الاخطاء وصححها. نعم. انت شلون هذا الحارس اتطوره يعني هو استكشاف الخطا وتصحيحه. يعني فهمتني. بس كابتن فتاح انت قدمت هذا المقترح زين هذا المقترح اوكي قبل 3 سنوات حاليا انا اتحدث عن هذه الفتره هل تم التواصل والله معك؟ والله لا احد خابرنا ولا احد قال ولا احد قال لنا ايه؟ يابا تعالوا انتوا ايش تسوون مدارس هناك ابقى انا سويت مدرستي انا بقطر. نعم. سويت مدرسه في نادي قطر القطري. نعم. وراحوا من الحراس للمنتخبات الوطنيه
وسويت حاولت اعمل مدرسه ثانيه في 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 النادي الجديد، وعملت مدرسه في الامارات في نادي النصر الاماراتي. هذا الحكي قبل 20 سنه. سويت مدرسه، المدرسه ما يحتاج لها يعني ما يحتاج لها فد مبالغ من المال او 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 كرات. لكن كابتن فتاح، يعني انت تقول المال اليوم صار عصب الحياه الجميع، وهذا حق مشروع ومنطقي حتى، لكن اليوم انا اتحدث عن جنبه. يعني قال لك مثل كابتن احمد يقول لك يا بت تعال ويانا وباللجنه الفنيه وانت متخصص ونعطيك 750,000، يعني اعرف يعني تحت اي بند هاي اني احطها، شلون اقبلها اني يعني؟ يعني ليش المدرب الاجنبي من يجي نعطيه الاف الدولارات؟ ليش المدرب ليش نروح على المحلي نقصر وياه؟ ياخذ له 500 دولار اي بالضبط، يعني المدرب الاجنبي ياخذ نص مليون دولار، يعني نعم. ماكو شيء. هسه هنا في قطر المدربين كلهم سواسيه، يعني رواتب عاليه خاطر تخلوك تشتغل مرتاح، مقدمين لك كل شيء، صح كل شيء، شيء طلبه من النادي يجيبوا لك اياه. صحيح، يعني ماكو فد شيء. عند بالعراق اسمع ذاك اليوم نادي الطلبه ما عندهم يشربون. اي اي هاي بالعراق موجوده، يعني هذه هذه كارثه. يعني شنو قيمه المي او شنو قيمه الاكل؟ زين زين هسه اليوم المدرب، زين يعني هنا نتحدث عن شان المدرب، خلي نشوف كابتن احمد هنا المدرب شو يسوي يعني بهالحاله من يشوف هيك ظروف، يعني هم نعتمد عليه بعد؟ يعني ايضا لا اكو احد يهتم به، لا اكو احد يطوره، لا اكو استراتيجيه عمل ينضوي تحت لواءها من خلال التطوير، لا اكو فلوس، لا اكو مال. يعني استاذ نور، انا من 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 زمان مو هسه، يعني اخلي المدرب واخر حلقه الحارس او اللاعب بصوره عامه اخليهم اخر ما يتحملون المسؤوليه. نعم، انا كمدرب حراس مرمى يعني خلال 44 سنه عمل حارس مرمى مدرب حراس، مؤمن بشغله مهمه جدا، انه حارس مرمى من الخطا انه يدرب وحده تدريبيه واحده باليوم. من الخطا لنعمل احنا عمل هوات. يعني صار عملنا اصبح الى عمل الفرق الشعبيه، مو فرق دوري ممتاز ومنتخبات محترفين. لكن في نفس الوقت مدرب الحراس من تطلب من عنده انه يسوي مثلا وحدتين تدريبيه او وحده تدريبيه ووحده ثانيه تكون نظريه، نعم، محاضرات او فيديو، هي وين وسائل الاستشفاء الموجوده عندك؟ وين وسائل وين الاستشفاء؟ مقر النادي اللي بقاعه للداتا شو وسائل الاستشفاء المقصود عنده؟ منو اللي عنده كادر طبي متكامل؟ ما حد. من اللي عنده بنى تحتيه مثلا المسابح او الساونا او المساج او التشاكوزي؟ منو عنده؟ منو عنده؟ يمكن حتى يعني السرير مال 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 علاج ماكو. منو عنده معالج يعني حقيقي؟ نعم، نشوف مباريات الدوري وقع لاعب، مبارياتنا كلها اللاعبين توقع، نزل لك المعالج يستلج وبخاخ يستلج وبخاخ وهذا خلاص. نعم زين، منو عنده معد يعني لياقه ومعدين اللياقه اللي عندنا ما يجاوزون عدد اصابع الايد الواحده؟ منو عنده حتى معد؟ حتى ناس مختصين بالاستشفاء، يعني منو ناس اختصاص بالاستشفاء هو هذا نقول. منو عنده نعم. مختص بتأهيل بعد الاصابات؟ نعم. منو عنده قاعات حديد؟ فاحنا مرات نحكي على مدربين حراس، نعم اكو تقصير، اكو يعني مثلا شلون نقول قله همه. يعني ممكن اقدر اتواصل ويا الحراس من خلال التليفون، مباريات اخطاء قطعها اصورها اعطيهم ملاحظات، وعملتها انا كثير. نعم. واكيد اكو من غيرهم عملها طبعا. اي لكن هي بصوره عامه هواي نقصات موجوده عندنا. مدرب الحراس حارس مرمى يصيرون ضحيه تخطيط. نعم. ضحيه تقصير اهمال بنى تحتيه ومنشآت. ليش انا بديت من الاعلى؟ من الاعلى المفروض هاي كلها تتوفر، تتوفر وبعد نحاسب. بعد نحاسب. زين كابتن فتاح، ايضا يعني اسالك هذا السؤال وبعدها نروح نشوف تصريح للكابتن عبد الكريم ناعم ايضا عن موضوع حراسه المرمى. اليوم انت في قطر وعملت وشاهدت، اليوم انت كفتاح نصيف الى اي مدى ممكن احنا نقول انه العمليه التدريبيه جيده متوسطه فقيره بالعراق من خلال ما نشاهد العام؟ وهل فعلا انه احنا عندنا ازمه مواهب بالعراق؟ لا احنا بالنسبه على مركز حراسه المرمى احنا ما عندنا ازمه مواهب. العراق ولاد
حتى الاطوال اليوم ما نشوف اطوال مثلكم ايامكم كابتن فتاح ترى يعني بصراحه ما اعرف يعني كنتوا قبل انتوا عمالقه بالجول من توقفون عمالقه ما اعرف وين المشكله يعني ما اعرف وين المشكله المشكله بالمدربين المشكله باللاعبين المشكله بالانديه المشكله بالاستدعاءات يعني اكو انا شفت قبل يمكن 4-5 سنين جو هنا حراس منتخب الاشبال او منتخب الناشئين اطوالهم ممتازه حتى اثنين من عندهم طلبت من عندهم ان يبقون هنا في نادي خطر يعني يبقون يعني اول شيء عمره 14 سنه وما شاء الله طوله 1.80 متر وين راحوا ما حد يدري يعني احنا عندنا المواهب لتنقتل ما اعرف ليش تنقتل يعني ما اعرف شنو سبب خلل اداري بحت يعني وليش تنقتل خلل اداري بحت في التخطيط والرؤيه وبعدين احنا ما عندنا مستكشفين يعني المفروض الأندية تروح تستكشف لاعبين يعني احنا لا نضل نتحجج فلوس ماركو وجائحة كورونا واذا راح نضل بل والله اكثر بلد بفلوس كابتن فتاح اكثر بلد بفلوس هو العراق واكثر أندية من اكثر الأندية على مستوى المنطقة تصرف فلوس هي الأندية العراقية طبعا مو كلها لكن جزء كبير من عدها مليارات راحت يعني وانهدرت يعني صراحة مثل ما قال كابتن احمد التدريب اهم شيء التدريب شوف انا رحت ورشة بس اكمل لك هاي لو اخذ من وقتك تفضل انا رحت ورشة ريال مدريد بدي اشوف هذا الحكي قبل 12-13 سنة نعم ده شوف كاسياس شلون يتدرب يعني شنو تدريباته شنو تدريباته بده يقدم هاي المستويات 3 اوقات يتدرب يوميا نعم الصبح منضدة مسبح جمناستيك يجي الظهر ويا الفريق ولا نظري ها ويا الفريق نعم نبري. تدريب ذهني خلينا نقول نعم تدريب ذهني تهيئة نفسية يجيك العصر يدخل بالتدريب ها يدخل بتدريب الفريق احنا هسه حاليا كرة القدم الحارس هو جزء من الفريق بعد ماكو حارس يتدرب بوحده وما ادري شنو هاي يعني اكو تمرين خاص بوحده ممكن يتدرب الصبح او يتدرب قبل الفريق بس هسه دائما الحارس يشتغل ويا الفريق من الفئات العمريه يعني من البراعم الى الاشبال للامل للناشئين يدخل مع الفريق وذلك يعني عندهم تطور عالي احنا صح عندنا حراس يعني عندنا حراس يعني جلال حسن او محمد حميد او فهد طالب او احمد باسل وانا شفت حراس ممتازين نعم فرق الدوري هذول لو اكو عليهم يعني مستكشفين واكو فوقهم يعلموهم الاخطاء مالتهم نعم. ما عندنا مشكله في حراسه المرمى يعني طيب ما اعتقد طيب خلينا نشوف كابتن عبد الكريم ناعم ماذا تحدث عن حراسه المرمى في العراق سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخبات ونرجع كثير من الحراس يعني حسب ما اسمع منهم يعانون من المشاكل التدريبيه انه هناك تعرف في كرة القدم حدثت نقلات كبيرة يعني في عالم التدريب تمتد إلى جوانب كثيرة تتعلق بالجوانب النفسية والجوانب الذهنية التدريبات الذهنية أضافة لي خلق بيئة مناسبة للتدريب استخدام نفس الأدوات القديمة باستخدام الخبرات السابقة أنا أعتقد لا تكفي لإعداد حراس للمستقبل ينافسون آسيويا سابقا كان لدينا حراس متميزين على مستوى العرب وآسيا خصوصا بالعراق يعني دائما المدرسة العراقية مدرسة متفوقة في حراسة المرمى حاليا هذا بدأ أصابها هاي المدرسة الوهن يعني أنا أعتقد أبعاد الكفاءات العراقية اللي مثل تلك الخبرات أضافة لذلك عدم الاستقرار خاصة في المنتخبات العمل مع حراسة المرمى يراد الاستقرار لفترة زمنية طويلة حتى يصير تأقلم لأن هاي برامج وهاي فلسفة بالتدريب نفس الحراس موجودين هناك تذبذب بالمستوى هناك عدم استقرار نشوف مرة جلال حسن مرة نشوف محمد حميد مرة فهد طالب نفس الحراسة الثلاثة يعني حاليا أنا أشوف في الدوري الأكثر استقرارا اللي هو مثلا جلال حسن وأضافة إلى فهد ذبذب في البداية ولكن حاليا بدأ يعيد نفسه فرقهم في المقدمة
صدارة الترتيب. أنا أعتقد بدأ يعني حتى في المباراة الأخيرة شفت جلال حضوره الذهني والفني عالي جدا، أفضل من الآخرين. أضافة لذلك هناك حراس شباب بدأوا يظهرون بالساحة، يحتاج لهم دعم ومؤازرة، ويحتاج لهم أن نكون صبورين عليهم، لأن أعتقد هناك مواهب كثيرة. الملاعب العراقية دائما تعطينا طاقات واعدة، يجب أن نتبنى هذه الطاقات بطريقة إيجابية، ما نحرقهم بسرعة نسرعهم للمنتخبات، لازم نصبر عليهم وحتى نختار لهم الأماكن الجيدة للتدريب من خلال اختيار مدربين جيدين، البيئة تكون مناسبة للتدريب، وبالتالي يمكن يكون طاقات واعدة للمستقبل. أهلا بكم من جديد. إذن هذا حديث الكابتن كابتن عبد الكريم ناعم حول حراس المرمى وماذا قال. تفضل كابتن أحمد، أريد تعطيني رأيك بالتحدث بالكابتن عبد الكريم. تحيات الكابتن عبد الكريم، كلامه في أكثر يعني هو صحيح، يعني ما ذكر شيء ما ذكرناه احنا. نعم المواهب بدأت تخفت، حراسة المرمى العراقية بدأت في مرحلة الخطر. سابقا احنا كنا او الجيل السابق كان افضل، لكن كلها اعتقد لها اسبابها، اسباب اللي ذكرناها بالحلقة السوانية والكابتن فتاح نصيف. هناك تقصير، هناك تقصير، هناك جهل في 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 العمل، وهذا بالتأكيد قاعد تأثر، قاعد تلقي بظلالها. طيب خلينا نشوف كابتن فتاح. كابتن فتاح، طرق التدريب، واريدت ايضا تعلق لي على جزئية حراسة المرمى. اليوم احنا حراسة المرمى ثلاثي متواجد منذ فترة، ماكو اسماء جديدة قاعد تدخل بين فترة واخرى الى المنتخب الوطني بحيث ممكن نعده او ممكن نهيئه للمستقبل؟ هي ماكو مشكلة، يعني ماكو مشكلة انه ثلاثة يتناوبون على حراسة المرمى اذا كانوا بمستوى واحد. بمستوى واحد، بس عملية التجريب اللي يجريها المدرب انا اعتقد خطأ. مو يعني خطأ، يعني تعرف انت كان مثلا زميلي رعد حمودي هو الحارس الاول بالمنتخب وانا احتياط، بس انا متهيئ لأي لحظة انه اكون بمستوى واحسن من عنده. بس مو يومية يعني اجي اجرب. صح عندنا حراس شباب وواعدين، وهاي ممكن نسحب واحد للمنتخب الوطني يتعلم. يعني احنا في سنة من السنين جبنا، يتذكر كابتن احمد، جبنا عماد هاشم هو بعمر 17 سنة اجا وياني يتدرب بالمنتخب الوطني يتعلم الخبرة. يتعلم الخبرة، يتعلم شنو منتخب وطني. يعني هسه مو راسه تجيبه والله تلعبه منتخب وطني وتقول له، يعني المنتخب الوطني صار يعني شلون نقول يا ليجي يلعب دي. يعني كثير لاعبين ما يستحقون. زين اليوم منو من الاسماء اللي ممكن انت تقول تستحق التواجد بالمنتخب الوطني وهي ما بتواجد؟ ما هي يعني مثلا احمد باسل، حارس الشرطه. نعم شفت حارس الميناء جيد جدا، حارس الطلبه اليوم شاهدت حارس الكرخ ما شاء الله، يعني يمكن متر 90. لأن أنا متابع للدوري العراقي، يعني تعرف أني أحلل هنا الدوري العراقي، فمتابعهم كلهم. يعني أكثر شيء أركز على الحراس، عندنا حراس، بس المشكلة إحنا عندنا بس منتخب وطني، لا عندنا منتخب أولمبي، ولا عندنا منتخب رديف، ولا عندنا منتخب شباب، ولا ما عندنا منتخبات. زين يعني هذا الحارس إذا ما يحتك، يعني إذا ما يحتك ويلعب مباريات خارجية مع منتخب الشباب أو الأولمبيا أو الرديف، نعم ما يقدر يجي يلعب رأساً في المنتخب الوطني. طيب كابتن أحمد، يعني باللحظات الأخيرة كابتن فتاح، آسف على مقاطعتك كابتن أحمد، اليوم تفضل حبيبي. اليوم هسه إحنا يعني حطينا يعني نقاط معينة أنت والكابتن فتاح، بلشتوا من القاعدة للمنشآت إلى طرق التدريب إلى مدربين الحراس وما إلى ذلك والعملية الفنية. اليوم ما مطلوب من التطبيعية، الهيئة التطبيعية اللي رفعت شعار انه احنا نريد نعمل بطريقة مختلفة، نريد نصلح، نريد نطور، نريد نعمل، وبتواجد كابتن عدنان درجال اللي هو زميلكم وصديقكم وهو عارف البير وغطاء. خلينا نقول شنو المطلوب اليوم، وين نروح، شنو نسوي؟
بدقيقة يعني لخص لي. والله المطلوب هم يعرفوه إذا هم. زين العدد إيش ما يسوي؟ ما يسوون نسألهم إذهم ما نعرف. أنت برأيك؟ يعني هو المطلوب إنه يطور كرة قدم عراقية. نعم. في كل مفاصلها. ومن ضمنها طبعًا. مركز حراسة المرمى اليوم مركز الحراس ومدربين هو نعم. اكثر مركز واهم مركز في فريق كرة القدم المفروض انه يجدون حلول يقدمون نعم. اقتراحات يفكرون باستراتيجيات قريبة او نعم. او بعيدة هذا المفروض يقدموه كله هذا ان شاء الله احنا يعني نتمنى انه الحديث اللي صار سابقا انه كله فعلا التطوير وما تطوير يتحدث على ارض الواقع بالنسبه لكره القدم بس العراقيه بس اسمح لي بكلمه سريعة احنا كلامي وكلام الكابتن فتاح مو معناته انه الاخطاء بدنا نتكلم انه اخطاء راح تنتهي لا طبعا حراسه المرمى اخطاهم على مستوى العالم كله نعم. نحكي احنا قبل يومين اليسون الاخطاء ما تنتهي ما طول اكو كره قدم اكو اخطاء خلاص هي كره قدم لعبه اخطاء نعم. جزء من اللعبه هي الاخطاء نعم. لكن احنا نقدم حلول نقدم مقترحات لتقليل هذه الاخطاء كنا سابقا نعم. اخطانا بالضبط الكل اخطاء لكن هي عمليه التكرار هي هنا الخطر يعني انذار الخطر شكرا لك كابتن احمد جاسم سعيد جدا بلقائك ان شاء الله نتمنى لك صحه وعافيه ودامه والتوفيق كابتن فتاح سعيد جدا بتلبيتك دعوه ملاعب اتمنى لك الصحه والعافيه وان شاء الله يعني اشوفك بافضل حال دائما كابتن فتاح شكرا حبيبي واتمنى لكم الموفقيه واتمنى لبرنامجك الرائع التقدم شكرا وان شاء الله نلتقي ان شاء الله اكيد نلتقي في قادم الايام كابتن فتاح نصيف كنت ضيفا عزيزا من الدوحه قطر وايضا شكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الكابتن احمد جاسم اتمنى ان كنت قد استمتعتم حدثنا بعض الامور الخاصه بحراسه المرمى واكيد الحديث يطول في هذه الامور التقيكم في حلقه مقبله تقبلوا مني تحياتي انا معد ومقدم البرنامج نور نزاري يحييكم في امان الله